فبمناسبة ما يسمى اليوم العالمي للمرأة يأتي الحديث عن مكانة المرأة في الإسلام، ومن واجبنا أن نقول يأتي الحديث عن مكانة المرأة في الإسلام في سياقات متعددة. فالسياق الأول، نعم قد يكون هنالك إشكالات ومشكلات أسرية واجتماعية قد يشكو البعض من هضم حقوق بعض النساء أو هضم حقوق بعض البنات في الميراث أو العطاء أو الظلم في التعامل، ولا شك أن كل ذلك إنما هو أثر عن جهل فاضح بدين الله أو انحدار في التعامل الأخلاقي. ويأتي الحديث أيضا عن مكانة المرأة في الإسلام في سياق آخر مخالف، أن أكثر أولئك الذين يتحدثون عن المرأة وحقوق المرأة وغير ذلك من حقوق الإنسان هم يرون المرأة تقتل، هم يرون نزيف الناس والنساء، وهم يرون نزيف الأطفال والدماء في سوريا، في العراق، في اليمن، في ليبيا، في فلسطين، يرون الأسيرات ظلما وعدوانا، ثم يدافعون عن الظلم ويحمون الظالم، ويستمر الإجرام في حق الإنسانية، كل الإنسانية، فضلا عن المرأة. ثم بعد ذلك يقال لنا عليكم أن تتحدثوا عن المرأة في يومها العالمي وعن حقوق المرأة التي قدمتها الحضارة اليوم. يأتي الحديث عن مكانة المرأة في الإسلام في سياق ماذا فعلت الحضارة الغربية أو الحضارة المعاصرة للمرأة إذ جعلتها سلعة رخيصة عند بعضهم، فامتهنت كرامتها وجعلتها محل التجارة والارتزاق، وانحدرت بأخلاقها وقيمها إلا من رحم ربك وقليل ما هم. يأتي الحديث عن اليوم العالمي للمرأة في سياق أن بعضا وهو يتحدث عن حقوق المرأة وحرية المرأة لا يفقه من ذلك إلا حرية التعري والفجور والانفلات من كل القيم والأعراف والأخلاق. ويأتي الحديث أيضا عن هذه القضية الخطيرة جدا فعلا في سياق تناقضات خطيرة تعيشها بعض مجتمعاتنا التي تزعم أنها إلى الإسلام تنتسب، فيوما ما قالوا نحن نمثل الإسلام ونحن حملة العقيدة وحراس العقيدة ونمثل العقيدة الصحيحة، فكان من نتائج ذلك أن كانوا منفرين وكانوا مشوهين وأعطوا صورة سلبية عن هذا الدين العظيم، ثم قالوا علينا أن نعتدل وأن نتسامح وأن نتطور، فكانت النتيجة اضطهاد للمصلحين، وكانت النتيجة تفلت من القيم وانحدار في الأخلاق، فكانوا في تناقض وفي شر لا تدري أيهما أسوأ من الآخر. في هذا السياق أيضا، لأنهم قالوا نريد أن نعيد للمرأة حقوقها، فإذا بحقوقها تفلت وانحدار عند بعضهم. في هذا السياق يأتي الحديث عن قضايا المرأة وحقوقها، ونحن نلاحظ أن البعض وهو يتحدث عن الإسلام ف
فلا يفهم الإسلام إلا حالة من الضعف وحالة من الانهزامية والشكوك، فيريد أن يضع الإسلام في قفص الاتهام، فكأن الإسلام كائن ضعيف متهم محل شك. لا أدري لماذا فقط المسلمون والمسلمون فقط عندما يتحدثون عن دينهم، وهو الدين العظيم، وهو كلمة الله إلى العالمين، وهو خير للإنسانية، كل الإنسانية بكل ما فيه، فقط المسلمون تجد يقف موقف المدافع، وفوق ذلك موقف كأنه يتهم نفسه ويراجع نفسه ويريد أن يتملق إلى الآخر لعل الآخر أن يقبله، ويريد أن يتجمل أمام الآخر، ويريد أن يتزين أمام الآخر، فيقع في ألوان من التخلي والتنازل والالتفاف والتبري أيضا أحيانا، وإعطاء الصورة غير الحقيقية عن هذا الإسلام. من ماذا تخجل أيها المسلم؟ بالله عليكم، هل رأيتم إنسانا يتبع دينا غير دين الإسلام، من غير أن أسمي عبدة بقر أو غيرهم، أو عبدة أصنام أو نار، رأيتهم يوما يخجلون من دينهم؟ رأيتهم يوما يحاولون أن يخفون شيئا من دينهم؟ رأيتهم يوما يحاولون أن يبروزوا أو يزينوا للآخرين دينهم، أم يبرزونه كما هو على ضلاله وانحرافه وفجوره وظلمه إلى غير ذلك، ويعتزون بدينهم الباطل وإجرامهم وانحرافاتهم وضلالاتهم وسوآتهم؟ فلماذا إذا جاء الدور إلى المسلمين وعرضت قضايا الإسلام والمسلمين وفقه الإسلام، يريد البعض أن يخفي بعضه، أو أن يتخلى عن بعضه، أو أن يخجل من بعضه، أو يتوارى من آخر؟ ما أجهل بعضهم بدين الإسلام العظيم. ولا يجوز أن نسمح لجهل بعضهم ولا لهزيمة بعضهم النفسية. في سياق الحديث عن أي قضية تتصل بالتشريع الإسلامي وفقه الإسلام ودين الإسلام، أن نخجل، بل يجب أن نعتز ونفتخر ونرفع رأسنا عاليا. هذا ديننا، وهذا هو الحق، وهذا هو الدين الحق. ولكن في النهاية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لن يرضى عنك الآخر. تضعف في عرض قضايانا وفقهنا وأحكامنا وتتوارى منها. لماذا؟ لماذا يضعف البعض؟ الحجاب، نعم نعتز بالحجاب حكما عظيما من أحكام الإسلام في المرأة وما يتصل بها، ففيه الخير، كل الخير، وفيه الصون، وفيه العفاف، وفيه الضر. نعم أن يكون هنالك ولي في الزواج، فذلك الذي يحفظ الأسرة، وذلك الذي يحفظ كرامة المرأة ويمنع من امتهانها وابتزازها والتجاوز على حقها، ويرفع من شأنها وقدرها، من غير أن يكون هنالك استبداد ولا إجبار ولا إعضال. نعم أحكام الميراث بكل تفصيلاتها هي الحق وهي العدل، ولا يمكن أن نتخلى عن جزئية منها، ولا نخجل من جزئية منها، ونعتز بكل جزئية فيها. نعم أي حكم تريدون؟ حكم التعدد على سبيل المثال الذي أباحه الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بالإنسان، وهو أعلم بما يحتاجه هذا الإنسان، وهو أعلم بما تقوم به الحياة الإنسانية، وهو الذي وضع ضوابط لذلك من العدل والقدرة على الإنفاق. عن أي حكم تريدون أن نتحدث؟ ثم أيضا عن أي حكم يريد البعض أن يخجل منه في هذا الدين العظيم؟ القوامة، الرجال قوامون على النساء، ولا نخجل من ذلك، بل هو الحق. كيف يمكن أن تحافظ على الأسرة؟
من الذي يستطيع أن يقوم على الأسرة حفظا وإنفاقا ورعاية وقياما بمسؤولياتها؟ ويجب أن يقوم هذا الإنسان الذي كلفه الله بهذه المسؤولية العظيمة. فلماذا تخجل وتتوارى أو يتوارى البعض من ذلك؟ نعم، أحكام الشهادة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. نعم، فرجل وامرأتان. ويريد البعض أن يحتال ويلتف على ذلك بأنواع من التأويل لا علاقة لها بالإسلام، إنه يخجل من دينه العظيم، إنه لا يريد أن يعترف بأن هذا الحق، وأن الله إنما وجهنا لما يكون فيه حفظ الحقوق. القضية هنا قضية حفظ حقوق، وكيف يمكن أن تحفظ الحقوق؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، تخجل من ذلك ويتوارى البعض من ذلك. لماذا؟ أحكام الطلاق التي جاءت لحل الإشكالات والمشكلات، أساء من أساء في التطبيق. وهكذا عندما نعرض الإسلام بالقوة، بقوة واعتزاز وثبات وتمسك وإيمان، ونحن نعلم أنه دين الحق وأنه كلمة الله إلى العالمين، نخجل من ماذا إذن؟ تريدون أن أو يريد البعض وهو يتحدث عن حقوق المرأة ومكانة المرأة أن يجعل عنوانا له في هذه الحقوق وأنموذجا أرقى وأعلى، ويتملق لهم تملقا نفاقيا، يريد أن يجعل صورة المرأة في الحضارة الغربية أنموذجنا، ويظن أنه إذا لم نجعل أنموذجنا تلكم المرأة في الحضارة الغربية أننا لم نعطي المرأة حقها ولم نقدرها في مكانتها. فإذا دعونا نرى ماذا قدمت الحضارة الغربية للمرأة. إحصائيات من دراساتهم ومراكز أبحاثهم. أولا، الرئيس الفرنسي الحالي من أيام يقف خطيبا فيقول: من العار على فرنسا أن تقتل امرأة بسبب العنف الاجتماعي وليس الإرهاب. ما كان يتحدث عن إرهاب. من العار على فرنسا أن تقتل امرأة بسبب العنف الاجتماعي كل 3 أيام. هذا أول حصاد من حصاد الحضارة الغربية. صحفهم، مراكز أبحاثهم وإعلامهم تؤكد 100% يحصل تحرش لا أخلاقي بالمرأة البارسية في المواصلات العامة. هذا حصاد آخر. بريطانيا من أيام فقط احتفلت بمرور 100 عام على سماحها للمرأة أن تشارك في التصويت بشرط أن تكون ممن يمتلك بيتا وأن يكون عمرها فوق 30 سنة. هذا الحق لم يعطوه إلا من 100 سنة. في الإسلام ماذا نتحدث عن الإسلام، عن المرأة التي شاركت في الجهاد وفي القتال وفي العمل السياسي وفي قيادة الجيوش؟ أما إذا جئنا إلى جانب آخر فيتحدث إحصائياتهم عن حالات الاغتصاب اليومي، 20% منها في المحارم، وبعضها قدمت أرقاما مهولة ربما القارئ أحيانا لا يكاد يصدقها. أيعقل أنه 700 حالة اغتصاب في اليوم في أمريكا، 20% منها بالمحارم؟ هذه إحصائياتهم هم. هذا أنموذج الحضارة الغربية الذي يراد لنا في شأن المرأة وغيرها أن نجعله أنموذجنا وقدوتنا ومعبرا عن حقوق المرأة عندنا. 1,000,000 طفل يقتل إجهاضا أو عند الولادة في أمريكا فقط سنويا. هذه أيضا إحصائياتهم ومراكز أبحاثهم. عن ماذا أيضا نريد أن نتحدث في هذا الجانب في إحصائياتهم هم التي تقول: نسبة الطلاق في بريطانيا الآن أو في أمريكا 60%.
هذا النموذج الأخلاقي والأسري الكبير الذي يراد لنا أن يكون قدوة لنا. في إسبانيا 500,000 إبلاغ في سنة واحدة عن حالات اعتداء متنوع على المرأة. أما في ألمانيا هي نماذج، 40% من نسائهم يقمن علاقات غير شرعية، و50% من رجالهم يقمن علاقات غير شرعية. أما في بريطانيا 70% من الأطفال الذين يولدون في أو خارج المؤسسة الزوجية الشرعية. هذا الذي يراد، هذا الحصاد المر الخطير، الانهيار الاجتماعي، الانهيار الأسري، الانهيار الأخلاقي، يراد لنا أن يجعل نموذج في قضايا المرأة وحقوق الإنسان، ليقال لنا أنتم أيها المسلمون بتشريعاتكم متخلفون إذا لم تكونوا على قدم الحضارة الغربية في عجورها وبجرها فأنتم متخلفون. لا، هنا يعتز المسلم بدينه، وهنا يفتخر المسلم بإيمانه، وهنا يزداد تمسك المسلم بقرآنه وهدي ربه، وهنا يعلم الإنسان رحمة الله لهذه الإنسانية، وهنا يجب الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى أن هدانا لهذا الدين العظيم، وأن يثبتنا على عقائده وقيمه وأخلاقه كامنة لا ننتقص منها واحدة. كانت الإنسانية في ظلام دامس عندما جاء الإسلام ليعلن أن المرأة والرجل إنسان واحد من إنسانية واحدة. وما أكثر الآيات التي تحدثت عن الإنسانية الواحدة في وقت لم يكونوا يعرفون ما هو أصل المرأة وما نوع المرأة، وهي شر أم هي شيطان أم هي إنسان غير مكتمل أم وحسبك قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس أكرمكم فلان وعلان، ليس أكرمكم الذكر، ليس أكرمكم الأنثى، ليس أكرمكم القبيلة الفلانية، ليس أكرمكم الشعب أبدا. انظر إلى نظم الآية: ما أروع وما أعظم وما أجل وما أكرم وما أجمل وما أبلغ. يا أيها الناس، كل الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إذن سيعود الكلام على هذا النوع من الناس أيضا. وجعلناكم شعوبا وقبائل، إذن سيعود الكلام على هذا النوع من الناس أيضا. لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي سواء كنتم ذكرا أو أنثى، أو سواء كنتم شعوبا أو قبائل أو غير ذلك. أرأيت إلى القرآن العظيم وهو يحدثنا عن ملكة سبأ، امرأة لم يغض القرآن الطرف عن ذلك أبدا. ماذا قالت للرجال في ذلك الوقت؟ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. ماذا قال الرجال في ذلك الوقت؟ نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. الخلاصة، ماذا فعلت هذه المرأة؟ أنقذت قومها، أخذت برقاب قومها إلى الإسلام والاستسلام لله تعالى. أعلى الإسلام شأنها، نوه القرآن بشأنها. امرأة، نعم امرأة، ماذا لو كانوا في ذلك الوقت اتبعوا رأي الرجال؟ لمحقت اليمن، لمحقت مالكة سبأ ومن معها. الذي أنقذهم امرأة، ينوه القرآن بذلك، يؤكد القرآن على ذلك. ما لنا وللحديث المستفيض في هذا إذ لا يتسع المقام لأكثر ذلك. ألم تكن أول من حمل الدعوة مع النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة مالا ونفسا؟ وكم نوه النبي صلى الله عليه وسلم بمقامها ومكانتها وفضلها وشأنها. ألم تكن السيدة عائشة رضي الله عنها من أوائل وأكثر من أفتى وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستشير بعض نسائه في حالات خطيرة كما استشار أم سلمة يوم الحديبية، وقد
توقف بعض الصحابة ألما أو نتيجة المفاجأة في شأن الحديبية ونحوها، ألا يكفينا وكل ديننا من العظمة والإجلال والإكرام والخير بما لا يجوز لمثلنا أن يجلس فيتحدث عن ذلك وكأنه يدافع عن متهم في قفص الاتهام؟ لماذا هذا الانحدار وهذا الضعف؟ ألا يكفينا في ديننا العظيم أن من ثمرات هذا التشريع أنك تحافظ على هذه الأسرة متماسكة قوية متكافلة متراحمة متواصلة، تطمئن إلى نسبك، تطمئن أن هذا ولدك، تطمئن إلى زوجتك، تغادر بيتك وأنت مطمئن وتعود وأنت مطمئن، تسافر الأيام والليالي والشهور وأنت في غاية الاطمئنان. هذا ديننا. وبعد ذلك يقولون لكم حضارة غربية وحقوق إنسان وحقوق امرأة ويوم عالمي للمرأة، فماذا قدم هذا اليوم العالمي للمرأة؟ يجب أن نكون صريحين وأن نعود إلى ديننا عودا حميدا. يتكلم البعض أن البعض ربما جار في الحكم والعطاء فلم يعدل بين الأولاد ذكورا وإناثا، هذه مشكلة البعض وهذا لا يجوز، وهذا يجب أن نذكر وأن نقول يجب العدل في العطاء بين الأبناء، كل الأبناء ذكورا كانوا أم إناثا. ويتحدث البعض عن أن البعض يمنع البنات من الميراث، وهذا ظلم البعض، وهذا بسبب خروج البعض عن منهج الله تعالى. فإذا العيب في بعضهم إذ يخرج عن منهج الله فلا يطبق منهج الله تطبيقا صحيحا. يتحدث البعض عن ظلم وقع نتيجة طلاق ظالم، نعم هذه جريمة البعض إذ لم يتحقق بهذا الدين العظيم. ديننا يريد لنا الخير كله، ثم البعض يأبى إلا أن يبحث عن ضلال وإجرام وانحراف في حضارة أخرى. فنسأل الله العفو والعافية وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.